داخل قطاع غزة من دير البلح وكل الجغرافيا التي تحيط بكم. فعليا منطقة دير البلح، المخيمات، أيضا المحافظة الوسطى، المناطق الجنوبية، خان يونس ورفح، الآن في هذه الآونة تشهد هدوءا نسبيا، فيما يبدو أن العملية العسكرية تتركز بشكل واضح في المناطق الشمالية. محافظة الشمال ومحافظة غزة تشهد اشتباكات عنيفة للغاية حتى هذه الأثناء، الغارات لم تتوقف على مناطق جباليا مع تمركز للآليات والدبابات العسكرية على أطراف مخيم جباليا مع اشتداد حدة هذه الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية. عملية حصار المواطنين الفلسطينيين في تلك المناطق ما زالت جارية، وأيضا عمليات إطلاق النار على مستشفى كمال عدوان وعلى عدد من المواطنين وعمليات القمص أيضا مستمرة، فيما يبدو أن الجيش الإسرائيلي الآن يحاول في عملية ضغط على الفصائل الفلسطينية في ظل الحديث عن إمكانية إبرام صفقة تبادل جديدة ما بينها وما بين الفصائل الفلسطينية. يكثف الجيش الإسرائيلي غاراته وأيضا عمليات الاشتباك مع الفصائل في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية. هذه المحاور تحديدا كان يعتقد الجيش الإسرائيلي أنها المعاقل الأساسية للفصائل الفلسطينية، وبالتالي عمليات تقويضها حسب رأيه ستتم من خلال المناطق الشمالية والمناطق الشرقية، وعملية بسط السيطرة في تلك المناطق يعني بضرورة الحال تكثيف الغارات الإسرائيلية وعمليات أيضا تعزيز تقدم الآليات والدبابات العسكرية. ولكن جوبهت هذه الآليات والدبابات بعملية اشتباكات شرسة للغاية، ما دفع هذه الآليات إلى التراجع قليلا، ولكن ما زالت عملية الاشتباك مع الفصائل الفلسطينية دائرة. وبالتالي الجيش الإسرائيلي الآن يركز على هذا المحور بشكل أساسي وكبير للغاية مع عملية الهدوء النسبي التي تسود في المناطق الوسطى والمناطق الجنوبية. طيب.